كلن كان بلارن او لوغو تاغير يي دولدا سوماليا او غاميا مودن حسن شيخ محمود يرز الوزارة حمسي عبدي بره ايا كدع مغالده لندن حنا سوق مقابيه جاليده كو دقن غريت لندن مدشا وعكسو قيب غلدد اد او تيرا بدن او ككل ييمد غولده دلكا يو مسؤولين اي كو جيران مامولك سفارده سوماليا يو كي يي مسؤولين كلام جيد كمدشا وحاوها إن لقرب استاغو لغونا تاغيرو دولادة فدرالكا دقالكا يوكولا جرتو قواريشتا شباب كواسو قلافتي داداد وتربدن أو موادنين صوماليا دا حفلد انتيا السعوتو وحاقاتكا تليفونكا كلها لشعبكي كسو قيب قلي رزول زاري حمسي عبد بري رزول زاري يا كعود صدو قرب جوكتا صوماليا دقارهان رير لندن إنا يسكا روريان هل بان تاسو لغو تاغير يو عيدان کا قران کا سوماليات اي دقال کا كل جرا قوارشتا هذا الذي سنو حاكم اذا ها كنتي ان كفر احسر هاي وان رباين ان سلام قلبيا ورالك نماء اهل نماء انا انقابسي يو دمان شدتك سوماليات شرفت له يوميشي سبيمت يقودهان هير يوكي كلي و سلامتين سلام قال يا كذب وانا نكون همبلين يا يسني مدن يا فرم فرعون اذا يا درين كان ودرين مو سكن كاني درين كاس اورنتي موشينا يا اصل نمدا يا غبن نمدا يا سهيلين تا يا دل شايل كا يا صومالي نمدا يا كشرتا هذه أدبات وما هتنتين أنت سوق بنقاب السي يا أنت كسوق طيب كشيء أنت با والدين والدين حبليين يا وحد الله هاي جوباتين ضم علي أسراتين هذه أدبات ما هتنتين ولا ليال تكي كسوق طيب قلي أيا كهلا يا أركتدو وده كوعدن دجال كله ولد جرو قوارشتا شباب وحنا هذا الله ده كم إذا ها إن أن تاجرنو مدحوينها حكومة يعيدمدا نفتود ورياشة هلجن كوجيرة سدي سوماليا لوجا حرين لها كوحدة أرجع حسدة قوارجتة الدولان ككو أشرفت يا كرامة الشعب كسوماليا وأن تاجر سنة هاي وأن كوجرب تاجرنا هاي إلهينا وحن كبر يينا مش عن شعلنا هاي أحرن مدا إلهي سيدك دقا إنو دلك يغا وغارسيو تولك كا حلق عن بلابة إني إنان كهرني ماادو عرقتدا سي قرعان وان عرق إني مد مدليسة دبقة مال مال ماك مدنا دوتك إديد دونا حلية ديني يحكونا ديني إسدبايي لي ويسكت لسنيهين مدل عرق دادال كيسو سمينا يي لكن مدحوين حسن وحا أسورو بي حال أرهن وعاد يعاد مهم واه أو أه وحا أو كآمي سنيهي يعرق تدا أساق أو كقبو لدقال لنك يسكحورين تا أفر قولو إنا يكررم بيستين قولو دو كوباد مدحوين هذا الكيس الرميستي كتاقيرتي قرب إستاقتي وقولو دو أغو مهمسن أو أه بلشد الصومالي دا مركي عرقيا إنا وقتغي وقوبت أغتاقي هاي ودادكي صومالي دا مدحة دا هاي مقدا قربيه ستاقيهين oo wax qaalaho dhig dhalin yarada iyo dhig madaxda ay baxayaan bulshada Soomaalida nin dhaxmarabaan ahay dhowr dambaan soo maray cid kasto iyo meel kasto ay joogan cid shaki qabta ma laha dawladda iyo hoggaankeeda inay daacad ka yihiin oo go'aanka madanbaysa ay ka yihiin in dalka Soomaaliya laga soo afmeero argagixisada ama waxaan qawaarijta niraahdo ama shaab wax isu yaqaanayo marka anagu maanta qorigi ma haysano wiilala furinta taagan gabdha taagan kuwa cuntadii u karinaya anaga waxaan qaba karno waxay tahay in aan codkeenu wax u xariiri kara yaani jaaliyada Soomaaliyeed dhamaan meel kasta ay joogaan wixii la garab istaagi karo la garab istaago maanta Soomaaliya inay isku tashataa muhiima maanta dadka Soomaaliyeed inay isku tashataan muhiima beel caalamka la suginin waa waqtigi aan garab istaagi lahayn dawladdeena ciidankeena dhira gali lahayn wax kasta aan awoodana alla garab istaagi lahayn maxaa ay tahay gabar ka soo jeeda halkii uu ka bilowday halganka qawaarishta hiiraan hula burto maashi uu raaysay oo halganka ka bilowday waxa leenahay xasan sheekh ilaahay baa noo soo diray waxa leenahay dal xoraaye
وحلانا يقولي قبلني ما ولا وياه هل باون أما هل دولار قبل والباب بيسا وحن كفر حسنا يا عاوة وإلهي إنه إلى سو كل نسيه أنا جا بقول القبي إنه بلش ذا رير يوكي عن وحي كوا هاين إنه جرمت كنمبر ون كهذا أنا ويدين حنا خسر أي العاوة وحضر الدكتور رير يوكي وحن كفر حسنا هاي وأن مركز الأمة هذه علينا يا دتك أبواب له هاوشن إن يسي وذان أو أي سنجوجين لبها بين أي كسر مقنع مدحوين حسن الشيخ وحن يدي شيء يا دجال كي إن لجقو لا يستي عدي نبديت كاهي وحن ربا قفل بسومالي مش وجوج إن أكو جرسيو هكهرين قوش ولا جاري هكهرين أديه هكهرين وحن ربا دتك سومالي ميل وبيجوجان إن أقو باخان dalin yarada maskaxda laga bedelay ee lagu daray marin habaabinta inay ugu baaqaan inay ka soo laabtaan maxay yeelay habeen walba boqol wiil oo Soomaaliyeed dhimata dhinacay doonta ka dhimatay waxaan idin ka codsanayaa reer UK gurmadna waan idin ku iqiine inaad laba ka qayb qaadataan inaad wacyigelin u sameeyaan dadkiina maqan oo ku maqan dhinaca nabadiidka inaad ka soo xoreysaan oo dib u soo celisaan iyo inaad garab istaagtaan dadka dhibaateysan ee marasta ah ee rafaadka ku jira ee dagaalku intaas oo sano ku socday ee waligood aan dawlad arag nabad arag amni arag wax la yiraahdo calan aan aqoonin inaad u gurmataan gacantiina u baahayeen inaad u soo baxdaan aanin ka rawaa baba inaan umahad celiyo umadii iyo gabdhihii weelashii soo qaba qaabiyay xafladan quruxda badan ee runtiina ah mid taariikhda galeysa وعن ربائنا نمهد عليو فنانينتا وعن ربائنا نمهد عليو دليردا ميديا كسو عطا قبلي ويلالبا وعن ربائنا نمهد عليو جاليدا كسو قيب قشي حفلة دان قروح دو بدن ايو امدي سوقا بقا بسبا ولا لي الو ادي ادي قد مهتنتين قف كسو سوماليا وحال كان جوغنا وحو مسؤول كي هاي دات سوماليا اما حال كان هجوغنا اما وقتن كي هجوغنا سياس دراد انا هذا المسؤولين في السفارة الصومالية في لندن هل كان قيبت النوغة دينا دوار نوغة جرنا وحينا تهيئنا الباب كأفرني سفارة الصومالية أو لندن لقى حقيقي صدنا إلى بسنا كدب هذا نسيده وشاقي كونسلطيب إن أذير جيدي مانتا لورد ميستري سياس دراد قف كستو الصومالية ومسؤول وحالك الربع سيدة مدحوينة ووقات إنشاتيف كا إن لسو إربتيرو خوارجته أما أرجع حسابه ودن كنا عريسي القفل بقى كتب الرعو وحو أوده قفك حاله كتب الرعو كره قفك النفطي سجين كره قفك محوا هاي سيد فرانين تقيمة بدن يابوان إذا أرجتن سجان ت كعبير كره دي رجلين ت ودن والبوحة حري ودن اللي يريد يسواه وهذا وجد أن دجال والبوح قال لي سيد هاي نحن وحن حسوا دجال كي 1977 فرانين تو سومالي قيبتا كا قان جيرين يمحو هاي ابوانا سومالي قيبتا كا قاتين مركا هاوين كا سومالي وليبا مسؤولين وين كا سارن دقال كسي لو قوليستو سوطا هاوين كا وحارنا ان كستو كجران فرونت لاين كا وعيدا مدن كميديين هادنا رقين دبا يستاقان او عرابيان او كويرا ذان دقال كان الا وإلا وإن لقوليست سوطا قف كستو او سومالي احنا مسؤولة يوكي هاي دقال كسي لو قوليست الله guushana waa dhawda runtan idin sheega guusha waa dhawdahay ilaa oo ilaa aan ku dhaqaaqno sidii dagaalkan loo carabtir lahaa argagixisada madaxweynahan taageero ciidankeena taageero geesiyaasha soomaaliyeesha siyaas darad aan helno wadan soomaaliyeed oo nabad ah oo barwaaqo ah oo kulligeen muxuu ahaay aan ku laabano madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeya ee ka dhabeeya dagaalka qawaarishta lagula jiro iyadoo lagu arkayay furamaha dagaalka isagoo dhiirigelinaya ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee hari iyo habeen u taagan in ay ku jiiftaan shacabka Soomaaliyeed nabad iyo baraare Abdulqadir Mukhtar TV ga Shabeelle magaalada London